اهلا بحضراتكم جديد ومتواصلين، ومعانا الدكتور محمد شوقي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي الاهلي لانتخابات 26 نوفمبر. دكتور محمد، كنا قبل الفاصل بنتكلم على طبيعه المرحله واختيار الخبرات المناسبه. هل شفت ده توجه حاكم ومؤثر في اختيار القائمه بتاعتكم؟ لو حضرتك راقبت اختيارات الكابتن محمود هتجد ذلك، هتجد انه اختار بدقه شديده جدا. خد وقته بصوره يعني دقيقه جدا جدا جدا، لدرجه ان حضرتك اكيد كنت مواكب ان هو يعني قائمته فضلت تنتقى لاخر لحظه. يعني احنا قدمنا في اخر يوم صباحا فلآخر لحظة، وبعدين كان في موضوع الثمانية والسبعة. يعني كابتن محمود طول الوقت نفسه يجيب كل الخبرات اللازمة اللي تحقق أهدافه للمرحلة القادمة إن شاء الله، لو ربنا كتب لنا النجاح يعني. وكان زي ما ذكرنا قبل كده بيتوخى الدقة الشديدة وبيلجأ للمستشارين، بيستشير خبرات سابقة. أكيد هو انتقى بصورة حثيثة ودقيقة جدا ما يناسب ما هو قادم في كل المقاعد. في كل المقاعد الأبرز فيها إيه؟ في الاختيار النوعي ده؟ والله كلهم أفاضل، يعني خلينا ما نبعدش وما نضحكش على نفسنا. هو النقطة الوحيدة اللي بنتكلم فيها كلنا وكل الناس بتتكلم فيها هي أمانة الصندوق. أمانة الصندوق طبعا الاختيار النوعي اختيار طبعا. يعني هو الأخ العمري فاروق نائب رئيس خبرات إدارية قوية جدا، أكيد كابتن محمود شاف قدراته في الأربع سنين اللي هو شايفه طبعا في سنين سابقة، لأن احنا زي ما بقول لحضرتك الوزير العمري كان معانا في 2004-2009 وكابتن محمود كان نائب رئيس مجلس إدارة وشافه، وكان قبلها العمري من تحت السن كمان طبعا طبعا 2000-2004، وكابتن محمود كان موجود من 2000-2004 برضه عضو. فأقصد أن كابتن محمود شايفه، بعدين شافه السنة دي المرة دي أربع سنين متتالية، أكيد وجد فيه ما يدفعه لاستمرارية العمري فاروق. فديفنتلي في قدرات ومقومات تؤهل الوزير العمري فاروق للاستمرار وتؤهله للمرحله القادمه، لان كابتن محمود زي ما بنقول هو بيختار اللي يناسب المرحله اللي هو عنده ليها رؤيه. امانه الصندوق تاني بنكرر، لان هذا الموضوع اخذ اكبر من حجمه والكلام فيه كتير، ومش المفروض يبقى الكلام فيه كتير في وسط في 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 يعني في جوه النادي الاهلي. كابتن محمود اختار المهندس خالد مرتجي. بلا شك هو شايف مقومات في خالد مرتجي للمرحله القادمه. زي ما قلنا المرحله القادمه مش هتبقى محليه، ان شاء الله هتخرج لافاق دوليه. ان شاء الله هيكون في تعاون مع شركات خارجيه. مهندس خالد مرتجي عنده هذه المقومات. المهندس خالد مرتجي اكيد حضرتك شفت السيره الذاتيه بتاعته، فيها ما يدل على ذلك. علاقات دوليه اولا كبيرة. هو من خلال النادي كان عنده علاقات دوليه كتير قوي، حضرتك عارف طبعا كاس العالم للانديه وعلاقته بالفيفا والملف ده كله، وحتى دي كانت علاقات رياضيه دوليه طبعا، دي علاقات رياضيه، لكن علاقات اقتصاديه دوليه. حضرتك شفت هو عضو منتدب لكام عضو منتدب لكام شركه لها علاقات او شركات عالميه اوريدي، يعني مدرجه عالميا. المهندس خالد مرتجي لديه خبرات لغويه، يعني بيتقن انجليزي بيتقن فرنساوي، حتى في السفريات دائما نستعمل انا يعني برضو صحيح. معقول شويه في الفرنساوي، في انجليزي وفرنساوي نتكلم مع في افريقيا حتى لما نسافر بره. له مقومات كتير تساعده جدا في المرحله القادمه ان شاء الله. اختيار كابتن محمود مش اساءه لاي حد، يعني انا قلت ولا تقليل لاي حد، هو انحياز لطبيعه المرحله اللي جايه. ولو كانت المرحله اللي جايه تناسب قدرات وخبرات المستبعدين كانوا هم اللي هيبقوا موجودين مش حد تاني. وما كانش حد فينا هيعترض. فالاختيار ليس تقليلا من احد، ولكن هو بيتناسب مع المرحله واختيار القدرات، يتناسب مع المتطلبات. فبقيه الاخوه طبعا الاختيارات كله، يعني حضرتك تشوف مثلا اثنين طلعوا من تحت السن للقائمه الرئيسيه او اللي فوق السن،
اكيد برضو كابتن محمود شايف فيهم قدرات معينه، المهندس سراج محمد سراج الدكتور مهند، اكيد كابتن محمود لما يرفع اثنين من تحت السن، وده مش معتاد اثنين مره واحده يطلعوا من تحت السن لفوق السن، الا اذا كان شاف فيهم في ادائهم في الفتره اللي هو عاصرهم فيها ان هم نضجوا وان هم يستحقوا هذا المكان. الاختيارات زي ما حضرتك تفضلت من شويه الاستاذ طارق قنديل، خبره يعني ماليه واداريه ومصرفيه قويه جدا. الجميع اخونا محمد غزاوي له سوابق شديده في النشاط الرياضي وقوي وحل امور كتير في فتره من الفترات، وابن النادي وبطل رياضي كله. انا بس مش عايز انسى كابتن حسام غالي طبعا النجم، اللي اكيد الكابتن محمود حاطط له برضه رؤيه هيوظفه فيها في الفتره القادمه ان شاء الله لو ربنا كتب لنا يعني كل ما هو طيب. مش عايز انسى اي حد، الاخ الفاضل محمد الضماطي، رجل صناعه ورجل اعمال وله فكر، وكان في المجلس الحالي اللي موجود لغايه دلوقتي برضو الكابتن محمود شايف عالية خبراته اللي تؤهله للاستمراريه اللي شايفها موجوده برضو في المرحله اللي جايه ان شاء الله. فاكيد هو شايف اختيارات. وتحت السن بقى مستمر بقى محمد الجرحي. محمد الجرحي طبعا النايب محمد الجرحي اخونا العزيز وابن اخونا الفاضل حاج جمال، طبعا حاج جمال رجل جميل ربنا يحفظه. واختار كابتن محمود بطلة رياضية الحقيقة، قمة في الأدب، قمة في حسن التواصل مع الأعضاء. احنا شفتها في الجولات اللي بنعملها، ما تتخيلش حضرتك مثلا لما بتمر في السباحة مدى المودة اللي بينها وبين الأعضاء، والأعضاء حبينها الحمد لله. ما يعط طبعا ما يعط مهندسة معمارية يعني برضو حتى على المستوى العلمي والعملي، مهندسة معمارية وبتعمل في شركة كبرى، عندها آمال كبيرة جدا.